ينضم إلينا الآن السيد فتحي بوزية المختص في الشأن الإسرائيلي من نابلس. مرحبا بكم سيد بوزية معنا. كيف تراقبون التطور الأخير والتصعيد الأخير من قبل الاحتلال بالقصف الجوي على مخيم طول كرم؟ أهلا ومرحبا. البداية يعني نقدم التعزية لأهالي وذوي الشهداء ونترحم عليهم. نعم. ونقول أن هذا هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يزعم نتنياهو أو الذي يدعي نتنياهو بذلك. هذا جيش دون أخلاق، دون ضمير، دون وازع. يعني قيادة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو وكذلك قادة الجيش الإسرائيلي خاديون مجرمو حرب يتلذذوا على عذابات الناس يقومون بقصف أناس عز الآمنين في منازلهم وفي أحيائهم وفي مخيماتهم بالطائرات الـF-16 الأمريكية وبالذخائر الأمريكية. وكما هو معلوم أن هذه الطائرات يعني معدة لقصف المواقع العسكرية المحصنة وليست لقصف أناس آمنين. هم يعني مشكلتهم الوحيدة وذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون يعيشون في مخيماتهم وفي منازلهم آمنين، ولكن إسرائيل التي لا تشبع من القتل ومن الدمار شهيتها مرتفعة من أجل إلحاق أكبر يعني قدر من الأذى وأكبر يعني قتل أكبر عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني وكذلك الحال شعبنا الشقيق في لبنان. فهذه حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تريد يعني أن ترفع شعبيتها بمزيد من القتل في صفوف المدنيين، ولكن الذي نستهجنه أننا يعني لا نسمع ولا نشاهد ولا نرى موقف عربي وموقف إسلامي بالدرجة الأولى وكذلك موقف غربي وموقف عالمي يدين هذه الممارسات الإسرائيلية ويحاول إيقافها. طيب سيد بوزية، إلى أي مدى ينظر نتنياهو الآن إلى الضفة وجنوب لبنان؟ نظرته للقطاع، هل يحاول نقل الصورة الآن إلى الضفة الفلسطينية بهذا التصعيد الأخير؟ نتنياهو أعلن يعني على الملأ عدة مرات بأنه يعني يخوض معركة على سبع جبهات من ضمنها جبهة الضفة الغربية. يعني هو يعني لن يخفي هدفه من أنه يستهدف الضفة الغربية، يستهدف المقاومة الفلسطيني وكذلك الحال يستهدف المواطن الفلسطيني. يعني هؤلاء مش مقاومين ولا معهم أسلحة، يعني متجنهين شباب ممكن بيصيروا آمنين، ولكن نتنياهو يريد أن يضرب بالحديد كل مساحة. السبب الأول يريد أن يخاطب الناخب الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي بأنه هو القادر على قمع الشعب الفلسطيني وكذلك الشعب اللبناني، وبالمناسبة نراه يعني يتقدم بعض الشيء في استطلاعات الرأي وكذلك يريد أن يبعث رسالة إلى المقاوم الفلسطيني وإلى الشعب الفلسطيني كما الشعب اللبناني بأنه يعني وكأنه يطلب منهم الاستسلام. ولكن يعني نتنياهو بهذه الضربات الموجعة وهذا القتل هو يستحدث
أبناء الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وكذلك الشعوب الحرة يعني الجنة في بطون أمهاتهم. هؤلاء الذين ضربهم اليوم في تركيا هم أبناء وأحفاد الذين هجروهم من أراضي الأربعين، سواء يعني على امتداد أرض المحتلة عام 48. نتنياهو فتح الحساب ولكن نتنياهو لم يستطيع أن يسكر هذا الحساب، لأن نتنياهو بهذه الأعمال الإجرامية يعني لا يلاقي إلا الحقد وإلا الاستعداء من قبل كل الشعوب العربية الحرة وكذلك الحال شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني في مقدمة هذه الشعوب ورأس الحربة، وإن شاء الله سوف ينتصر شعبنا في هذه المدار. 76 عام وشعبنا يقاتل وما زال شعبنا يقاتل، وإن شاء الله كما ذكرنا مرارا وتكرارا لن نخط رحالنا إلا بالقدس. سيد بوزية، الداخل الإسرائيلي، لو تحدثنا عن الداخل الإسرائيلي كيف ينظر لتصعيد كهذا؟ كيف يستقبل التصعيد في الضفة الفلسطينية بهذا الشكل؟ وأيضا هو في تصعيد في نفس الوقت في الشمال، الداخل الإسرائيلي كيف يستقبل كل ذلك؟ ولكن نتنياهو نجح إلى حد كبير في أن يخلق أو أن يعيد رسم صورة العدو الخارجي للدولة العبرية المسيح، ويقول في كل مقابلاته الصحفية بأن نتنياهو يدافع عن البيت إسرائيل. هذه التصريحات وهذه الأقوال حرضت الشارع الإسرائيلي المؤدلج اليميني والذي ينجح نحو اليمين، وما في يفرطهم لفتح الإطمار في مدال، يعني حتى بواقي حزب العمل وبواقي ميرس لا نسمع صوت يقول كفى لإراقة هذه الدماء، لأنه الحقيقة يعني الآن المجتمع الإسرائيلي يصطف خلف نتنياهو خلف الجيش الإسرائيلي من أجل يعني مزيد من القتل ومزيد من الدمار، وكأن المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش داخل فلسطين التاريخية يعني بدا مزهوا أو مسرورا ويطالب نتنياهو بمزيد من القتل. حتى الآن ما في صوت يعني ولو خافت في المجتمع الإسرائيلي بيقول حان الوقت للبحث عن ما يسمى بالسلام، يعني أنا مش بنحضر هذه الكلمة، ولكن ما في صوت بيقول كما ذكر أخونا يعني الدكتور أحمد الطيبي في الكنيسة الإسرائيلي مؤخرا أنه أنت تتحدثوا عن القتل مش جايبين اتفاقات، يعني أنه تقولوا هل بدنا نعرض اتفاقيات من أجل وقف هذه الجرائم. المجتمع الإسرائيلي مجتمع يميني متطرف، ولكن يعني قد تنقلب السحر على الساحر وتنقلب هذه الصورة، لأن يعني الأخبار الواردة من جنوب لبنان يعني ممكن لغاية الآن ما في أي تغيير، ممكن تحدث بعض التغيير في المجتمع الإسرائيلي، لأن المجتمع الإسرائيلي يعني قد لا يعود يعني قد لا يحتمل الخسائر التي يعني تلحق به سواء في لبنان أو آخر عملية في تل أبيب وكذلك الحال في غزة. فهو يريد أن يسأل يعني يطالبون نتنياهو بمزيد من القتل، وعندك يعني على يمين نتنياهو مجرمان ابن كبير وسموتريتش. شكرا لك سيد فتحي بوزية المختص في الشأن الإسرائيلي، حدثتنا من نابلس.